السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص. نحن اليوم في ضيافة الأستاذ الدكتور محمد حرب في مكتبة جامعة صباح الدين زعيم في إسطنبول، حيث يعمل الدكتور مستشارا لرئيس الجامعة. ضيفنا الدكتور محمد غني عن التعريف، فلديه عشرات الكتب والمواقف واللقاءات التي عرفت به من قبل والمساهمات العلمية التي تركت آثارها في المكتبة العربية حول حقل مهم من حقول العلم في هذا الزمن، وهو التاريخ بصفة عامة ولا سيما التاريخ العثماني والتركي. فضيفنا هو رائد الدراسات العثمانية في العالم العربي، وهو أول مصري يحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة إسطنبول في تركيا في مجال أو في الدراسات العثمانية. ترجم ضيفنا العديد من الكتب المهمة من الثقافة التركية وألف كتبا أخرى متعلقة بهذا الموضوع. دعونا اليوم نتعرف أكثر على ضيفنا الكريم ونستمع إليه عن قرب ونحن نجلس في معيته وفي ضيافته الكريمة. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. شكرا لكم على هذا الاستقبال وعلى قبول الدعوة. الشكر لله. استغفر الله. دكتور، نحن الآن نجلس في مكان وفي زمان آخر، ولكننا نريد أن نعود إلى الخلف كثيرا، إلى يعني أربعينيات القرن الماضي وإلى المولد والنشأة والقبيلة التي نشأتم فيها، لنتحدث عن تلك المرحلة من حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ولدت في حلوان في القاهرة وسنة 1941 ميلادية، وجدي يحكي لنا أننا من قبيلة حرب التي كانت في الحجاز وما زالت أظن حتى الآن، ودرست هناك في مدارس القاهرة، ثم دخلت جامعة عين شمس كلية الآداب، وفيها دخلت متأخرا فلم أجد قسما يأخذني، كل أقسام أغلقت، فحزنت جدا. وأشفق علي سكرتير الكلية وقتها وقال يعني أنت صعبت علي، أخذني من يدي وذهبنا إلى قسم اللغات الشرقية، وكان الشواربي باشا هو رئيس القسم إبراهيم أمين الشواربي، واستعطف هذا الموظف استعطف رئيس هذا القسم الجديد أن يأخذني، فأخذني يعني. وهذا القسم في لغات لم أسمعها عن من قبل ولم أدري عنها شيئا من قبل، ولكن حتى لا يضيع مكاني في الجامعة فقبلتهم. وكنت في السنة الأولى أدرس اللغة الفارسية والعبرية والتركية وكذا، فلم تعجبني هذه اللغات، وتصورت أن هذا القسم دخلته خطأ، لكن ماذا أفعل؟ فصبرت. وإذا بالفصل الثاني من السنة الأولى يأتي أستاذ قدير اسمه حسين مجيب المصري، هو عالم الدراسات التركية، كان عبقريا في كل شيء الحقيقة، وأعجبني تواضعه، أعجبني رغم أنه حصل البكوية رسميا من الملك في وقتها، وكان ودودا معنا وكان محبا للغة التركية، فكان يشرحها لنا بطريقة أعجبتني. جميل. ففي لحظة في تاريخي قررت أن أستمر في قسم اللغات الشرقية وفي اللغة التركية بالذات. حتى أنني وأن تستمر فيها عن حب هذه المرة وعن شغف. ده صحيح. فمثلا في السنة الأولى كنا حوالي 49-59 طالب في كل الفروع، وكنت الأخير آخر طالب فيهم. فلما أحببت اللغة التركية ودخلت فرع اللغة التركية أحببتها من كل قلبي، وبالتالي أصبحت الأول من ذلك الوقت حتى الآن.
ما شاء الله. هذا فرق المعلم، يعني إذا كان المعلم عظيما لابد أن يكون إنتاجه بهذه القدرة من العلم. نعم نعم. واللغة التركية يعني أحببتها، وأحببت الأتراك، وأحببت العثمانيين، حتى أول مرة أحكي هذه المسألة في الفرق بين يعني الأجازة العطلة بين السنة الأولى والثانية. الثانية هي سنة التخصص، وكنت سجلت اسمي في فرع الدراسات التركية، حلمت فيما رأيت فيما يرى النائم وأنا ولد صغير يعني أنني ألفت كتابا اسمه نفسية التركية. الله الله، يعني عجيب. نعم قمت يعني وأخذت هذا فعلا طيبا يعني. فاستمر دراستي. والله أذكر أنه أنا داخل سنة التخصص السنة الثانية في الأجازة كنت أذهب إلى القلعة، قلعة صلاح الدين اللي نسميها قلعة محمد علي، وكان في الكتب التركية القديمة هناك. حصلت على كتاب في تعليم اللغة التركية وحفظته من الجلدة للجلدة كما يقولون حبا. فلما دخلت السنة استعمل دراسة سنة أولى تخصص كان لابد أن أكون الأول، لأنك مستعد يعني. نعم. قرأت هذا من قبل. نعم. ومن هذا بدأ الخير يعني. وكان الناس يرثون لحالي أنت اخترت اللغة التركية في ذلك الوقت يعني لا مستقبل. ويعني قلت له والله يعني اقتنعت بهذه الدراسات، وأما الرزق فعلى الله يعني. نعم. كلمة السر دكتور في هذه المرحلة هي تحولك من طالب لا يرغب بالتخصص لا يحبه إلى طالب شغوف. نعم. وهذا الشغف يعود الفضل فيه للدكتور حسين الذي أشرت. نعم. إلى اسمه الكريم. نعم. ويعني بعد ذلك أصبح هذا الشغف ذاتيا. نعم. يتفاعل في نفسك يوما بعد آخر. صحيح. نعم. إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة من العطاء ومن الإبداع. الحمد لله. لكن دكتور هذا السؤال تحديدا الذي أريد أن نتوقف عنده. نعم. طلاب العلم ولا سيما في العلوم الإنسانية في بلادنا العربية بصفة عامة يأخذون العلم من أجل خدمة أنفسهم بصفة أساسية. نعم. يعمل باحثا أو أستاذا جامعيا، وليس من أجل خدمة قضية كبرى من قضايا الأمة وقضايا الوطن. كلامك هذا هام جدا. يعني أنا أذكر كنت طالب مثل أي طالب في مصر يدرس وفي ذهني أن يتخرج ويشتغل ويتزوج إلى كده، لكن حدث في حياتي أنني كتب الله لي بعثة إلى تركيا بعد أن حصلت على الماجستير من مصر. فجئت إلى اسطنبول وقابلت الأستاذ الذي اشتغل معه، كان رئيس قسم التاريخ في جامعة اسطنبول، فقال لي ماذا تريد أن تعمل دكتوراه؟ قلت له في أصعب كتاب باللغة العثمانية في التاريخ أخذه ويدرسه. فالرجل نظر إلي يعني في منتهى الاستغراب يعني تعجب، قال لي ماذا تقول أنت تعمل دكتوراه؟ قلت له أنا جئت من مصر، تعرف نزهة عبد الناصر كانت فينا يعني. نعم. الذات. نعم. قلت له أنا أحس أنني قوي وممكن يعني أدرس هذا الكتاب التاريخي وأخذ عليه الدكتوراه. قال يعني ماذا يعني ما فائدتك؟ هذا الموضوع ممكن واحد تركي ياخده، أنت جاي من مصر إذن لازم تعمل حاجة تغرب بها بلدك. نعم. قلت له والله يعني مسألة لماذا أقدم؟ أنا أقدم رسالتي. قال لا لا، إحنا عندنا هنا بنعلم أولاد طلبة أن يقتنن موضوعهم بخدمة أمتهم. أول مرة في حياتي تسمع هذه الجملة. نعم. أثرت في حياتي جدا، وأثرت حتى في علاقاتي بتلاميذتي فيما بعد. كل طالب عمل معي ماجستير ودكتوراه كنت أختار أو نختار معا موضوع فيه فائدة للأمة، فأصبح فكر خدمة الأمة من خلال العلم هو الأساس عندي. وليس أن أنا أحصل على الدكتوراه لأتوظف. كانت نقطة أنصح الشباب
في التفكير فيها كثيرا. يعني الرزق على الله، يعني كل الذين قالوا مسكين محمد حرب لن يجد عملا، يعني وجدت عمل وكما تراني الآن في الحمد لله. كمة الحمد لله رب العالمين. هذه الفكرة دكتور مهمة للغاية. اليوم طلاب العلم ولا سيما في العلوم الإنسانية يفكرون أكثر في الحصول على عمل ووظيفة أكثر مما يفكر أن يخدم في هذا العلم ويخدم وطنه. هذه مرتبطة بثقافة مجتمعية ربما تتناقلها الأجيال. هذا صحيح. يعني هنا النظام التعليمي في بلادنا العربية خطأ حتى الآن خطأ. يعني أنا أقول لك مثلا مصر نظامها التعليمي بدأ متى الحديث؟ بدأ من دخول الإنجليز مصر 1882. احتلوا مصر عسكريا وإداريا، لكن كانوا يريدون احتلال مصر ثقافيا. فماذا فعلوا؟ أتوا بقسيس مستشرق إنجليزي وعمل له مكتب في الإسكندرية. وقالوا له أنت عليك أنك تغير نظم التعليم في مصر كلها، ففعل ونجح في هذا. طبعا قسيس ومستشرق وإنجليزي ماذا يفعل؟ لابد أن يضع أسس تعليمية خاصة بفكره وفقا. وهي كلها ضد الإسلام والمسلمين تماما. يعني فدرس لنا في التاريخ ان الاتراك شيء والعرب شيء، واسس للعداوه بين الشعوب المسلمه. ومن هذا حدثت الفتنه، بدات في تدريس التاريخ نفسه. انت هذا التناقض الذي تراه الان، مثلا تجد شخص تركي تكلمه فهو محب للعرب جدا، لكن عندما تتكلم تتناقش معه في أسس التاريخ يقول لك أن العرب فعلوا كذا وكذا. كذا نعم صحيح. يعني رجل نقي سليم في سريرته، لكن ما يعلمونه في المدارس التركية والمصرية خطأ. وبالتالي انتشر التعليم على الفكرة الغربية في مصر من هذا العام الذي. هل ما زال مستمرا حتى الآن دكتور؟ نعم طبعا. مع الأسف. والأدى من هذا مشكلة كبرى، أن مصر بدأت الجامعة أظن 1913 تقريبا، جامعة رسمية، كان المعيدين فيها هم الطلبة المصريين الذين ذهبوا إلى أوروبا يتعلموا العلوم الإنسانية ورجعوا ليدرسوا فيها، كلها متادة من الغرب والاستشراق. دول هذه درسوا هكذا. طيب وبعدين احتاجت البلاد العربية كلها إلى جامعات يستعينوا بمن؟ بالمصريين. المصريين من؟ الذين تعلموا في الغرب أساسا. وبالتالي أصبح التعليم في البلاد العربية كله على نفس المنوال. نعم. فكانت مصيبة نعاني منها حتى الآن. وهذه انعكست آثارها، يعني نحن الآن نتحاكم في علاقاتنا السياسية مع الأسف بالماضي دكتور. نعم. وبما درسنا حتى الأنظمة متأثرة بهذا الشيء. نعم صحيح. والدي عليه رحمة الله لما كان لا يقرأ ولا يكتب، ولكن كان يقول لي عندما نقول له من نحن يا أبي، يقول أنت مسلم ثم مسلم ثم مسلم ثم أي شيء تريده. والله يعني بيفكر أحسن، يعني الثلاث دوائر مسلم بعد ذلك فلتكن ما تكون، تكون مصر تكون أي شيء ثاني. نعم هذا المنطق السليم. نعم. ولو كنا الأعداء من الدول الإسلامية الآن أصله أن الشبان تعلموا النهج الغربي في التفسير في التاريخ وفي العلوم الاجتماعية وفي غيرها. نعم. طيب دكتور أنتم كان لكم دور مهم في هذا الموضوع. دور مهم فيما يتعلق بأنكم كنتم في ريادة الدراسات العثمانية والتاريخ العثماني في مرحلة مهمة جدا، عندما كان الدكتور محمد ربما يكتب قبل عقود من الزمن حول هذا الموضوع، كان هناك تيار جارف من الكتابات المخالفة التي تقول العكس فيما يتعلق مثلا بموضوع التاريخ التركي والعثمانيين وكذا على سبيل المثال. نعم. فنحن نتكلم عن الدور الآن الذي قمتم به من خلال كتبكم وترجماتكم وعملكم أستاذا جامعيا في أكثر من جامعة في العالم العربي، سواء في مصر في الأردن في الخليج في أكثر من مكان.
كيف ساهمتم في تغيير هذه الصورة النمطية من خلال كتاباتكم؟ أنا حاولت طبعا بقدر ما أستطيع وأنتجت مدرسة بالفعل مؤمنة بالفكرة الطبيعية في تسيير التاريخ الشعوب الإسلامية، وتلامذة الأساتذة الآن يقومون بدورهم، لكن عندنا هنا مشكلة أن الطالب عندما أدرس له يقول لي يا دكتور أنت تقول شيء وكتب المدرسة تقول شيء تاني. نعم. فإذا لابد أن يكون هناك نظام، حتى لا نقول إسلامي نقول وطني، مفروض الناس يجتمعوا ويكتبوا التاريخ من وجهة نظر وطني، يعني وطني بمعنى حب الوطن، حب الوطن سواء الوطن الصغير زي مصر أو الوطن الكبير زي العالم العربي أو الأكبر العالم الإسلامي. هذا هي النهج المطلوب. أذكر جيدا أن أحد وزراء مصر كان زارنا في اسطنبول. نعم. وأراد التعرف بشخصية كبيرة هنا فعرفته به، فقال الوزير المصري للشخصية التركية إن قبل محمد حرب كنا نكره العثمانيين ونكره السلطان عبد الحميد ونكره كل ما من شأنه يذكرنا بالعثمانيين وبالأتراك. فجاء محمد حرب فجأة، وأنا كنت صغير وقتها، يعني خرج محمد حرب يكتب في الدفاع عن العثمانيين، ففوجئنا من هذا الذي يدافع عن العثمانيين في هذا الزمان، خاصة أن الرئيس المصري جمال عبد الناصر كان طلع قرار بعدم ذكر الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية أو التاريخ العثماني في كل وسائل الاتصال في مصر، منشور رياسي وقع عليه عبد الناصر شخصيا، لا بالسلب ولا بالإيجاب، لا قال ممنوع منعا باتا ذكر التاريخ العثماني والخلافة العثمانية. نعم. وكل ما حول هذا يتعلق بهذا الموضوع. نعم. فاستجابت كل الأجهزة وبالتالي أصبح شكل العثمانيين صعب. فالوزير الذي أحكي لك عنه قال في هذا الوقت بالذات ظهر محمد حرب يدافع عن العثمانيين في مجلة العربي الكويتية بالذات وفي ترجمة مذكرات السلطان عبد الحميد، وقلب الدنيا. حتى أستاذي علي رحمة الله عبد الرحيم مصطفى عندما التقينا في الكويت قال يا محمد يا حرب أنت غيرت التاريخ. قلت له كيف؟ قال نشرت مذكرات عبد الحميد كان عكس ما نحن كمؤرخين نفهم تماما، فأنت الآن أتيت بالتاريخ الصحيح. وهذه أحب أن أقولها للشبان. نعم. المؤرخين بالذات أو المشغلين بالتاريخ. هل يمكن هنا دكتور إعادة كتابة التاريخ وتغيير الصورة النمطية التي تحدثنا عنها قبل قليل؟ هل طلاب مطلوب من طلاب العلم اليوم ومن المؤرخين الجدد أن يقوموا بهذه المهمة، ليس فقط في الجزئية المتعلقة بالتاريخ العثماني إنما في قضايا كثيرة حتى من تاريخنا الإسلامي مع الأسف؟ هو صعب. يعني أنا مفروض كمحمد حرب لا أستخدم كلمة صعب. نعم. لكن أنا مجبر أن أقول الحقيقة. لماذا صعب؟ صعب لأن المسألة التغيير لابد أن يبدأ بالأسرة، بالأسرة. فالأسرة إذا علمت الولد أو البنت التعليم الصحيح يدخل المدرسة لن يستجيب إلا الفكر الصحيح، يروح الجامعة لن يستجيب إلا الفكر الصحيح، عندما يكتب لن يكتب إلا بالشكل الصحيح. أحكي لك حكاية. أحد الكتاب الأتراك المعاصرين، هذا الرجل كان يحضر له يسمى شاعر الثورة هنا، ما توفي العام قبل الماضي. هذا الرجل حضرت له محاضرة، قالت له فتاة، كان كل المستمعين له شبان، فين شاب يسمعون هذا الرجل؟ وحتى أذكر لو إن هذا ليس مجالي أن الرئيس أردوغان والسيدة حرمه عقيلتهم ذهب ليحضر محاضرة لهذا الرجل، فدخل عليه فلم يتوقف عن الكلام
واستمر الرئيس وزوجته واقفان حتى انتهى من حتى حد. انتهى. نعم، هذا الرجل جاءته ورقة من فتاة تركية بتقول له أنت نسميك شاعر الثورة، لماذا أنت ثائر ومن علمك الثورة؟ قال لا، الكلام الذي قلته أنا من قليل. قال في عهدنا بعد الحركة في أوج الحركة الكمالية والدين قدم بشكل غير منطقي، كانت المدارس كلها تقول أن الإسلام ليس هو الطريق الصحيح لتكوين دولة. أمي، هو يقول أمي لم تكن تقرأ ولا تكتب، ولكن كانت تقول لي هذا الشاعر العظيم، تقول أمي قالت لي يا ابني كل ما تتعلمه في المدرسة يودي بك إلى جهنم، وكل ما أقوله لك أنا أمك الله يأخذك إلى الجنة. إلى الجنة، سبحان الله. نعم، ومن هنا تعلمت الثورة، تعلمت أنني أؤمن بفكر أمي لكن لا أستطيع أن أقوله في المدرسة لأن المدرسين كلهم علمانيين وقوميين متعصبين. فظل هذا الإحساس عندي إلى أن كبرت وتمكنت من الكتابة وكتبت ما أريده من أفكار التصحيح المجتمعي، وبالتالي سميت يطلق علي اسم شاعر الثورة. عظيم. نعم جدا. نعم طبعا. هذا دكتور ينقلنا إلى أهمية أن تكون هناك قراءة واعية للتاريخ. نعم، وهذه القراءة الواعية تنعكس على علاقات البشر. يعني نحن الآن كنا نتحدث عن علاقة العرب بالأتراك والأتراك بالعرب، يعني متأثرة بهذه الصورة النمطية في الخلفية لدى كلا الطرفين، وكذلك في العلاقات السياسية أيضا نجد مشكلة أيضا متعلقة بما هو موجود في التاريخ. وحضرتك تحدثت قبل قليل عن أن التغذية التاريخية كانت لأجيال عربية من القساوس على سبيل المثال. نعم. فما أهمية أن يكون هناك قراءة واعية، وخاصة دكتور أن أعداء المسلمين وأعداء الإسلام والعرب يستحضرون كثيرا التاريخ في هذا العداء المتواصل والصراع المتواصل في منطقتنا. والله أنا يعني لا أفهم أن يكتب التاريخ أساتذة أجانب يعني من دين آخر، من أديان أخرى أو من أفكار أخرى ويصدرونه لنا. وهذا يجرنا إلى فكرة تحدثنا معا فيها، فكرة الاستشراق الجديد، سنتكلم عنها. نعم. نعم، يعني أنا أظن نتكلم عنها الآن طبعا أفضل. طبعا. طبعا. يعني أنا عندما ذهبت تجاوبت في أوروبا دعيت في الأكاديمية النمساوية لإلقاء محاضرة، وحضرها السفراء العرب وقتها وكثير من المسلمين الموجودين في هذا البلد، ونظرت إليهم فجاءتني فكرة، قلت لهم نحن في بلادنا العربية وأيضا التركية نقدس كل ما هو يأتي من الغرب ونعتبره أساسا ونعلم أولادنا عليه، وهذا خطأ، ليس هو الطريق الصحيح. ماذا نفعل؟ لابد أن منكم أيها الحاضرون يكون الشبان يتخصصوا في الدراسات الإنسانية من تاريخ ولغة وغيرها وتعملوا أبحاثكم، فأنتم تملكون اللغات التي لا يملكها طالب العلم في مصر مثلا، وعندكم مصادر مختلفة بلغات أخرى غير العربية والإنجليزية، وبالتالي يمكن أن تكونوا أنتم استشراق من نوع جديد. فإذا كتبتم على الصحيح ترجمت أعمالكم هذا إلى لغاتنا في العالم الإسلامي العربي والتركي مثلا على الأقل تقدير، وبالتالي تحدث هزة في الكتابة. فالكل آمن بهذا، وكتبت في هذا الموضوع الاستشراق الجديد في جريدة الحياة اللندنية أظن مقالين أو ثلاثة في هذا الوقت، وأنا ما زلت مؤمن أن الأوروبيين المسلمين في أوروبا لابد أن يتخصصوا في العلوم
التي نختلف فيها هنا مثل التاريخ. هناك عندما يكتبوا التاريخ يكتبوا صح لأنهم مسلمون وأدوات الكتابة التاريخية صحيحة في أيديهم، وبالتالي يكتبون ويصدرون لنا ونستمر على ما كتبوا. هذا اقتراح جميل. نعم. اسمح لي دكتور محمد أتوقف هنا لاستكمال الحديث بعد فاصل قصير إن شاء الله معكم. نحن معكم أعزائنا المشاهدين، فاصل ونواصل حديثنا الشائق مع ضيفنا سعادة الأستاذ الدكتور محمد حرب، ونغوص في أعماق كتبه ومؤلفاته بعد فاصل قصير، فتفضلوا بالبقاء معنا. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أهلا ومرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ الدكتور محمد حرب، المؤرخ المصري وأستاذ الدراسات التركية والتاريخ العثماني ومستشار رئيس جامعة صباح الدين زعيم ومؤلف العديد من الكتب. كما يظهر على الطاولة الآن هناك مجموعة كبيرة من الكتب التي ألفها الدكتور حفظه الله، وما بين كتب مؤلفة من الصفر بقلم الدكتور، وما بين كتب مترجمة عن ثقافات ولغات أخرى، وبين كتب محققة وموثقة بقلم الدكتور محمد. طبعا نحن الآن في هذا الوقت القصير المتاح سنتحدث في بعض الزوايا والقضايا المهمة. على سبيل المثال دكتور، أنا أمسك كتابا الآن اسمه خلق إنسان، ترجمة الدكتور محمد حرب للمفكر والشاعر نجيب فاضل، وهناك مجموعة أخرى كبيرة أيضا من الكتب، المثقفون والسلطة، وقد أحدث ضجة في وقته هذا، تركيا نموذجا كما تفضلتم، وكتاب آخر يتحدث عن المثقف العثماني ونظام الحكم، والسلطان عبد الحميد آخر السلاطين العثمانيين الكبار. سنتحدث في بقية الكتب، لكن دعني أتوقف لأهمية هذا الكتاب وخاصة أهميته في انعكاسه على جيل كامل في تركيا، هو جيل الرئيس أردوغان الرئيس الحالي لتركيا. هذا الكتاب وهذه الأفكار لنجيب فاضل، والمناسبة حصتم دكتور في عام 2015 على جائزة نجيب فاضل، وكانت هذه طبعا نوع من التكريم لهذه المساهمات. أولا أريد أن أعرف ما علاقتكم بنجيب فاضل والأدبية، وكيف استقبلتم الجائزة؟ ولأن الوقت ضيق فلابد أن أختصر. نعم. موضوع طويل أصلا. نعم. نجيب فاضل أنا أحببت أدبه قبل أن آتي إلى هنا عن طريق الأتراك الموجودين في مصر، وترجمت له ونشرت له الترجمات وهو لا يعرف لا يدري، وعندما جئت هنا أردت مقابلته، وأنا قلت هذا أمام الرئيس أردوغان في وقت تسلم الجائزة، فوجدته شخصية عكس ما وضعت في ذهني، يعني معتز بنفسه أكثر من اللازم وكذا. فلما عرف أنني ترجمت له أمر بإحضاري إليه، فالكتاب الكبار الذين أصبحوا كبار بعد ذلك يعني أخذوني إليه، فطلب مني ترجمة خلق إنسان. نعم. وصدقنا، أصبحنا أصدقاء مع احترامي لمقامي الكبير ولمكانتي كطالب دكتوراه وقتها. نعم. يعني لماذا خلق إنسان؟ هذا لابد أن ننظر إلى تاريخ تركيا. عندما قامت الثورة الكمالية قامت بهدف تكوين دولة جديدة لا ترتبط بالدولة العثمانية في شيء، لا عرقا ولا دينا ولا خلقا ولا تربية ولا شيء، وبالتالي حصل صراع بين الفكر الإسلامي والفكر
الغرب الذي أتى به الحركة الكمالية، التصادم هذا كان دائما في صالح اليسار التركي، فهم الذين من منذ تنصيب مصطفى كمال أتاتورك رئيسا، ومرورا بالوقت بعد ذلك حتى حدثت، يعني كان اليسار هو المسيطر على كل شيء، الحكم عن التربية عن الحقوق عن كل شيء، وكان المسلمون في ضائقة، نعم ضائقة نفسية، لا يستطيعون التكلم، يخافون من سلطة الجيش، لأن يعني الجيش هو الأساس في نعم. الحركة الكمالية. وفي هذا الخضم الضخم جدا من الضغوط على الفكر الإسلامي، قام نجيب فاضل لوحده يقول أنا ضد التحكم اليساري والعلماني في مصير المسلمين. وهذه شجاعة نادرة لم تحدث من لم قبل. تحدث من قبل. نعم. ودخل المحاكم ودفع عن نفسه، فأثناء المحاكمات كان قوي الحجة، فلفت نظر الشبان الذين كانوا يتوقون إلى متنفس إسلامي ولا يستطيعون ويخافون، فوجد واحد يتكلم وشخص كبير فحبوه وكونوا حوله جماعات كثيرة، وابتدى حتى واحد قال لي أن كان نجيب فاضل يقول القصيدة اليوم تاني يوم تبقى في القرى التركية إلى هذا الحد. نعم، يعني انتشار في زمن ليس فيه تكنولوجيا أو إعلام مثل اليوم. نعم نعم، هذا الشيء، الناس كانوا يخافون من العسكر من الجيش، يخافون من السلطة، يخافون من نقد العلمانية، هو عمل كل شيء، فالمسلمون ارتاحوا ليه، ثم لما تعاملوا معه اكتشفوا أنه ذو عقلية جبارة جدا، يعني أنا أعتقد أنه هو من عقليات العظيمة في تاريخ المسلمين، ليس تاريخ الأتراك فقط إنما نعم. كل المسلمين، حتى إن الرئيس أردوغان كما قالوا لي قال ذات مرة إذا تمكنت من إقامة دولة بذيني قبل أن يصبح رئيسا، نعم سأقيمه على أفكار نجيب فاضل. أنت قلت مرة دكتور أن الأفكار إذا تعمقنا في فكر الرئيس أردوغان فإن الأفكار السياسية التي يعتنقها سنجدها هي أفكار نجيب فاضل. نعم دواء، حتى واحد قال لي أنت لو فتحت مخ أردوغان لن تجد فيه إلا فكر نجيب فاضل هو المسيطر. هكذا يؤمنون. ما أبرز ملامح هذا الفكر؟ يعني سؤال ما توقعتش أن أسأل فيه. لا، لأنه نتحدث إلى هذا الحد، يعني الرئيس يتأثر به، يريد أمة تتكلم ولا تخاف، أمة تبني نفسها بنفسها، أمة تؤمن بثقافتها، تؤمن بجذورها الثقافية، جذور الثقافية المتمثلة طبعا في الإسلام كما نعم. يقول نعم. أمة لها خصائص قصة عن الشرق وعن الغرب، أمة تحكم، أمة تقود العالم، هذه أفكار نجيب فاضل وأكثر من هذا. نعم. هذه الأفكار لا أقول فقط ترجمت من اللغة التركية إلى العربية على بقلم الدكتور محمد حرب، إنما ترجمت في الواقع والوقائع من خلال حكم الرئيس أردوغان. هذا صحيح. أنظر إلى أردوغان تجد نجيب فاضل في كل حركاته وتصرفاته. لماذا هذه المسرحية؟ نعم، لأن حتى كتابة هذه المسرحية كان الأدب التركي أدب مادي، يؤمن بالمادية البحتة، لا يؤمن برب ولا بنبي ولا بشيء. يعني هذه مسرحية مفصلية. أيوة بالضبط، مفصلية بمعنى الكلمة، بين مرحلتين. عجبتني كلمة مفصلية، صحيح. نعم، فلما هو كلها إيمانية، هو يريد أن يقول يعني اتركوا المادية وانظر إلى المعنويات، الإنسان بمعنوياته. هو الذي يقول هذه المسرحية تأثر بها شبان ذلك الوقت. شبان ذلك الوقت الذين كانوا عطاشة يعني لهذه المفاهيم. نعم. شبان ذلك الوقت هم حكام تركيا الآن، كلهم دون أدنى استثناء
يدينون لأفكار نجيب فاضل في طريقة سلوكهم وأفكارهم وتقدمهم. عظيم جدا. دكتور، هنا أريد أن أتوقف عند نقطة غاية في الأهمية. اختيارك لهذا الكتاب وإلى كل العناوين الأخرى يدفعني للسؤال عن كيف يختار الدكتور محمد حرب موضوعه. والله كما أعلم من الأتراك، الأتراك قالوا لي اختر ما يفيد الأمة قبل أن تختار ما تحبه. هناك فرق. نعم. فأنا كل كتاب من كتبي له دلالة. نعم. كل كتاب من كتب المثقفون والسلطة مثلا. المثقفون والسلطة، قلت الصراع بين العلمانية وبين المعنويات. لو أريد أن أفلسف الموضوع يعني. نعم. ومن المنتصر أخيرا؟ الفكر العلماني في تركيا التي تبنته الدولة وحتى الآن رسميا متبناه. نعم. ولا الفكر الذي عاشه الأتراك منذ 1400 سنة. نعم، هذا سؤال مهم جدا، وهذا كتاب يجيب على هذا السؤال. نعم نعم. يعني طيب، يعني اختيار الموضوع متعلق بخدمة قضايا الأمة وخدمة الوطن بشكل أساسي. نعم. دكتور، هناك أيضا يعني كتاب مهم بلا شك، السلطان عبد الحميد الثاني. نعم. هذا كتاب، تفضل. هذا الكتاب حقيقة أنا عندما أكتب لا أكتب إلا للأمة، يعني يعلم رب العالمين أنا بيبقى هدفي. عندما ترجمت المذكرات، مذكرات السلطان عبد الحميد التي غيرت مفهوم التاريخ العثماني في نظر المسلم وغير المسلم، لم أكن أقصد إلا وجه الله وقتها. جزاكم الله خير. فلذلك أحدث يعني تأثير كبير. الكتاب كتبت السلطان عبد الحميد عندما وجدت أصبحت موضة، كل واحد يعرف يكتب أو لا يعرف يجيب معلومات ويكتب عن عبد الحميد. فكتبت هذا الكتاب لكي أضع القارئ المسلم وغير المسلم، أضعه أمام مسؤولية فهم السلطان عبد الحميد. نعم. ونتج عن هذا أن الكتاب ترجم للإندونيسية. نعم. ترجم إلى الإنجليزية، إلى التركية. يعني إذا هناك مجموعة من اللغات. نعم. ترجمة إلى، وهذا يعني أن هناك انتشارا واسعا ومحاولة. نعم. تغيير الانطباعات والمفاهيم التي ترسخت. نعم. عن هذه الشخصية. في يعني مثلا فريد باتل مترجم هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية كتب لي، قال لي أنا قرأت كل ما كتب عن سلطان عبد الحميد باللغة العربية ولم أجد إلى هذا الكتاب كتابك هذا يوفي بالغرض الذي أريده في تصحيح فكرة الناس الأوروبيين وغير الأوروبيين عن السلطان عبد الحميد، وكتاب علمي. لذلك قررت ترجمته، والآن ترجمته وأريد إذن منك. فقلت له الإذن مفتوح دائما، نحن لا نكتب إلى الوجه الله، وأعطيته الإذن وأنا سعيد جدا بهذا. عظيم جدا. نعم. دكتور، هذا في محور سريع، التاريخ العثماني بشكل عام تعرض إلى كثير من الافتراءات، ولا أعرف لماذا هو بالذات، يعني التاريخ العثماني. أنا أقول لك لماذا بالذات. هو الصراع بين الإسلام وغير الإسلام. نعم. يعني في مصر مثلا، بلد المثقفين هناك كثيرون أقوياء ولهم كتاباتهم، لكن في عداء للإسلام. العداء للإسلام، الكاتب لا يستطيع أن يقول ينقد الإسلام، يخاف من الشعب، وبالتالي ينقد التاريخ العثماني. فنحن أدركنا بعد وهو ذلك، وهو بذلك يدخل إلى تشويه الإسلام بين بالضبط. نعم نعم. طب لماذا التاريخ المملوكي، لماذا لا أحد مثلا ينتقده، ولا التاريخ غير، ولا الأيوبي، ولا ما حدش منتقد أي تاريخ إلا العثماني؟ لماذا كما قال الكاتب، في كاتب تركي عظيم توفى الله قريبا، قال إن تجربة الدولة الإسلامية موجودة عند العثمانيين حتى قبل 100 سنة. حتى 100 سنة فاتوا كانت تجربة الدولة الإسلامية بقوانينها وتشريعاتها موجودة. ومن هنا يأتي الضغط على يعني محاولة جعل الناس يكرهون التاريخ العثماني لأنهم يكرهون الإسلام. فنحن الآن فهمنا، أول لما تقوم مشكلة حوالين
الدولة العثمانية يعني في كتاب إسلاميون وكتاب غير إسلاميين يتطاحنون فيما بينهم. مع أنه هذا التاريخ يشكل نصف تاريخ الإسلام وأكثر. نعم. وأكثر يعني. نعم. يعني ليست صحيح. مرحلة عابرة في التاريخ يعني بمعنى. نعم. والحكم على التاريخ العثماني كله بنفس الحكم لفترة ما ليس منصفا، ليس كذلك دكتور؟ نعم يعني الأوروبيين المجريون مثلا ينصفون التاريخ العثماني، ويأتي العرب بعضهم يعني غير إسلاميين غير يعني لا يؤمنون بالتاريخ العثماني. نعم. يؤمن بالتاريخ العثماني كل من آمن بالتاريخ الإسلامي الصحيح. نعم. هذه مسألة مهمة أوي. كل من يؤمن بالتاريخ الإسلامي الصحيح لابد أن يكون بجانب العثمانيين. والعكس صحيح. نعم. إلى هذا الحد دكتور. نعم. طيب دكتور، الآن نحن في الواقع الذي نعيشه كما قلنا من قبل هناك انعكاس لقراءاتنا التاريخية وانطباعاتنا على العلاقات الآن بين شعوب المنطقة. نعم. والتي ما تزال حتى الآن أثرها، يعني احنا بنشوف موجودين اليوم في تركيا ونرى بعض الآثار مع الأسف الشديد. هل هناك دور للكتاب والمثقفين في محاولة تخفيف من هذه الآثار؟ طبعا بالتأكيد فيه، لأن تركيا دولة ديمقراطية تتكلم كما تريد بأي تفكير أنت تريده. نعم. وبالتالي يظهر أمامنا كل ملامح أفكار الذين معك والذين ضدك. نعم. لكن الأمور لن تستقيم إلا بتكوين مدرسة قوية مستمرة في تصحيح مفهوم التاريخ. هل تشكلت ملامح هذه المدرسة؟ ليس بعد. في الطريق إلى. على من تقع مسؤولية ذلك دكتور؟ هل ثمة جهات يعني ينبغي أن تقوم بهذه المهمة؟ لا والله، يعني أنا استخدمت لا والله خطأ هنا. نعم. كلنا نقول المؤسسات، لا وزارة الثقافة ولا غيره. أرجع إلى كلمة الأسرة. الأسرة. الأم. إذا الأم أعددتها إعدادا جيدا وجعلتها تفهم تاريخك وتاريخ من حولك، ستلقنه لأولادك وهكذا يعني. لابد من تتناقلها الأجيال. أنا فكرت كثيرا يا ترى لو تقوم وزارة وكذا. لا أبدا، هي إما الحكم رأس الحكم يؤمن بأفكارك تماما، أو ترجع إلى الأسرة تعدها إعدادا جيدا حتى يستقيم أمامك جيل طاهر جيد. نعم دكتور، نعود إلى موضوع الكتب. هناك كما قلنا قبل قليل تحدثنا في مجموعة من هذه الكتب، ونحن يعني حتى كتبت في البوسنة والهرسك دكتور، والمسلمون في آسيا الوسطى والبلقان. لماذا تختار الحديث عن المسلمين في هذه المناطق؟ لأن تخصصي الدولة العثمانية والعالم التركي. العالم التركي عالم كبير جدا من حيث المساحة، أوسع من العالم العربي، من حيث الكثافة السكانية أكثر من العالم العربي. عالم عظيم جدا بثقافته ولغاته وحبه للعرب أيضا. يعني وجودي في اسطنبول وأنا طالب جعلني أذهب إلى الجمعيات هذه الشعوب. كل شعب مضطهد أيام الاتحاد السوفيتي، كل الشعب له جمعية هنا في تركيا تدافع عنه. هذه الجمعيات كنت أذهب إليها وأعرف منهم وأتعلم كيف المسلمين، أن المسلمين في هذه البلاد يئنون تحت وطأة نفوذ السوفيتي أو غيرها. ومن هنا أصبح لي اهتمام، فكتبت عن تركستان الشرقية وكتبت عن أوزبكستان، كل مسلم آسيا الوسطى، و حتى ترجمت من أدابهم. وهذا الكتاب الذي أمامك المسلمون في آسيا الوسطى. نعم. والبلقان. نعم نعم. يعني المسلمون ليسوا العرب فقط. نعم. ولن يكون العرب فقط، وإنما المسلمون هم المسلمون في العالم كله. وأنا أعتني بفكرة المسلمون الشاملة، ولذلك اهتممت بالمسلمين في آسيا الوسطى والبلقان
فيما يخص تخصصي. نعم نعم. أيضا هناك مجموعة أخرى دكتور، طبعا كتاب العثمانيون في التاريخ والحضارة هو كتاب أيضا معروف ومهم جدا. نعم الكتاب ده يعني أحب أتكلم عنه حيثك. تفضل دكتور. كلمة صغيرة، عندما كتبته يعني لم أكن أؤمن أنه سيجد هذا الانتشار الرائع. كتبته بنية طيبة، العثمانيون خدمونا فلماذا لا نعبر عن خدماتهم لنا. كتبت هذا الكتاب وهو عبارة عن مقالات متعددة لي، وحتى الناشر محمد علي دولة عليه رحمة الله عندما أراد مني جمع مقالات ده هي في كتاب قلت له ستخسر لأن أنا كتبت هذا من قبل. قال مالكش دعوة أنا اللي أخسر أو أكسب. فلما كتب يعمل الكتاب جمع هذه المقالات وعمل كتاب، فوجئت أن الكتاب في خلال شهر ونصف باع نصف الكمية المطبوعة. هذه واحدة، التوفيق دايما من الله يعني. حتى الحمد لله. ابن عمر حربي يقول حتى الكتب لا حظوظ. هذا صحيح. يعني هذا اللهم صل على رسول الله، يعني انتشاره كان كبيرا. نعم حتى وبيعت. نعم السوريين عندما أتوا إلى هنا يعني أنا بسميه الاجتياح. الاجتياح السوري. الاجتياح الإسلامي السوري. نعم السوريين نفعوا تركيا نفعا عظيما. نعم. في كل مجالات تركيا الحقيقة يعني. عندك التكنيك مثلا، نتكلم عن الذي يقوم بالعملية التكنيكية لمحادثة السوري مثلا. نعم. والسوريين لهم خدمات والشعب رائد للغاية، لكن أنا اضطرت مني الفكرة. الفكرة إنه إحنا كنا نتكلم عن هذا الكتاب تاريخ العثماني. أيوة نعم. جاء مشايخ من سوريا متصوفة من المتصوفين العقلاء يعني. نعم. جاءوا هنا فحصل أن أنا تعرفت باثنين منهما في بيتهما، فواحد منهم فجاني بقول له أنا محمد حرب مصري. قال نحن نعرفك لا تتكلم عن نفسك، فأنت صاحب كتاب العثمانيون في التاريخ والحضارة. قلت له طيب فضلتك كيف تعرف؟ قال هذا الكتاب في وقت في سوريا كان أولادنا يقرؤونه خلسة حتى لا تعرف السلطات الحزب الحاكم هناك هذا الكتاب، فانتشر بين شباننا وفي حلقاتنا. فحمدت الله أن كنت بتصل إلى هذه الدرجة حسب نيتي في الكتابة. سبحان الله. نعم. سبحان الله. وهذا فتح عظيم من الله عز وجل. الحمد لله. طبعا دكتور الكتب كثيرة والترجمات. نعم. كثيرة أيضا. الحمد لكن للأسف الوقت قليل وقليل جدا. نعم. لذلك أنا أريد أن أعتذر منك، ولكن أريد الله. منك كلمة ختامية في هذا اللقاء الطيب. نعم. دكتور محمد بعد هذه الرحلة الطويلة نسأل الله عز وجل أن يمد في عمركم ويبارك في صحتكم إن شاء الله. رحلة طويلة لا أريد أن أقول بماذا تلخصها، لكن هذه الرحلة أنت أعجبتني كلمة قبل في لقاء سابق سمعتها منكم، هو أنكم تريدون دائما ما هو أكثر بقاء وثبوتا في هذا الزمن، وهو الكتاب على سبيل المثال. أن تترك كتابا فهذا أكثر يعطي أمدا أبعد و يعني خالد. فلذلك أريد أن أتعرف في النهاية عن أو نستمع إلى نصيحتكم لهذه الأجيال من أبناء أمتنا العربية والإسلامية. والله أنا يعني إذا سمحت لي كنت أريد أن أشير إشارة سريعة جدا إلى كتاب لي يطبع الآن وانتهى من طبعه. نعم. اسمه جامع الدول، مؤلفه منجم باشي أحمد دادا أفندي. هذا الرجل كان قاضي حلب، كتب كتاب باللغة العربية اسمه جامع الدول. في تاريخ الثقافة الإسلامي كله لا يوجد كتاب يضاهيه، لا المسلم لا العرب المؤرخون أجدادنا الكبار كتبوا مثله، ولا الفرس ولا الأتراك. هذا الكتاب أعظم كتاب وأشمل كتاب في التاريخ الإسلامي العام. كتبه من؟ كتب واحد تركي. نعم. قاضي حلب هو تركي. ماذا يدل على أن
الأمة كانت دولة واحدة زمان، وكانت اللغة العربية هي اللغة الأساس. هذا الكتاب يعني أفتخر أنني الحمد لله رب العالمين أنه صدر، يعني أنه طبع، سيصدر قريبا شهر أو شهرين. نرجع إلى تفضلك السؤال بالنصيحة للشباب. النصيحة أن كل كاتب لا يجري وراء الموضة في الكتابة، يكتب ما يملي عليه ضميره الشخصي وضميره الإسلامي الجمعي، يكتب لصالح الأمة. الكتاب ده يا ترى يستفيد منه الناس ولا لا؟ ولا لا؟ نعم. ده الأساس. هل هذا الكتاب يبني مدرسة ولا لا؟ أم يهدم؟ نعم. أم يهدم؟ مع الأسف هناك من يكتب من الكتاب ليهدم وليس ليبني. أيوة بالضبط. مع الأسف كلامك الشديد. كلامك سليم جدا. نعم. نعم. وهذا هو. جزاكم الله خير دكتور، يعني أعبر لك عن سعادتي الكبيرة باستضافتكم ونشكركم الله. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله دكتور أستاذ الدكتور محمد حرب، بارك الله فيكم. بهذا نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص الطيب مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد حرب، وإن شاء الله يكون الحديث بقية في لقاءات أخرى. إلى هنا تقبلوا أعطر تحياتنا من فريق العمل، وتذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.